مستمرين بحلقتنا الخاصة لليوم من صباحنا غير، ورح نروح لمحطتنا التالية. تماما يا سلمى، مدارس الأحد الأرثوذكسية اللي بتحافظ على تعاليم المحبة واللقاء مع الآخر وتنشئ جيل مفيد لمجتمعه وكنيسته. لنحكي حول نشاط هاي المدارس بصباحنا غير لليوم مع الأخت مريان راجحة، مسؤولة مدارس الأحد. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم. صباح الخير والمسيح قام. صباح الخير، مسيح قام، ينعاد عليكم وعلى الجميع بالخير يا رب. ينعاد عليك. خلينا نبلش مع حضرتك، ناخذ هيك مثل ما بيقولوا لمحة تعريفية بداية عن مدارس الأحد الأرثوذكسية. هلا نحن مدارس الأحد هي مجموعة من العلماء، من الكهنة، من العلمانيين ومن الرهبان، بنجتمع مع بعض لنتشارك سوا بصلواتنا، بالاختبار إذا بدي أقول العيش مع المسيح، نختبر محبة المسيح مع بعضنا، ونجتمع مع بعض على طول باجتماعات دورية. كثير مهم اليوم تعليم الأطفال وتنشئتهم على المحبة وعمل الخير والأشياء المفيدة. خلينا اليوم نحكي أكثر عن أهداف هذا التعليم. حقيقة هي مدارس الأحد لها عدة أهداف على عدة صعد إذا بدي أقول، بالأخص مثل ما قلتي حضرتك بداية رح نبلش مع الأطفال. كثير مهم لما نحن ننشئ الأطفال نعطيهم أساس ثابت، بس يكون الأساس ثابت للطفل، فبتنشئي على بناء عليه بيصير عندنا جيل واعي، جيل مثقف، جيل إيمان وراسخ بالكنيسة وبالمسيح. فنبدأ نحن نشتغل على هذا الشيء أول شيء. نحكي مع نعلمه من خلال اجتماعاتنا الدورية على الأطفال عن الإيمان، عن المحبة، عن العيش مع المسيح، ليقدروا يختبروا عن جد قد يسوع هو حلو، هو حدا قريب مننا يعني على طول. فنبدأ بهذه الطريقة، وطبعا بتكون هي المناهج بتختلف من الأطفال للكبار. فهذا هدفنا الأول يلي هو أنه إنشاء جيل إذا بدي أقول واعي مسؤول. أهم من كل هذا الشيء يكون إيمانه راسخ، عنده انتماء لكنيسته، ليكفي بهي الرسالة يلي هي نحن نهاية مدارس الأحد هدفنا نحن خلاص، يعني مثل ما كنيستنا المسيحية نحن هدفها الخلاص، نوصل للخلاص بيسوع المسيح. الهدف الثاني انه نحن كمان اذا بدي اقول بنشتغل على شخصيات الاطفال. نحن في عندنا كمان جوانب معينه، مثلا ممكن نستشير اخصائيين يجوا يعطونا مواضيع، نزيد اذا بدي اقول ثقه الطفل بنفسه، ونفس الشيء ثقه الشباب يعني. فنحن الهدف الأساسي والأول هو الوصول للخلاص، يعني نحن الفكرة كلها أنه نحن نتشارك مع بعض لنخدم بعضنا ونخدم كنيستنا لنوصل لهذا الهدف يلي هو هدف رسالتنا كله يعني. أكيد، ونحن عم نحكي عن هذا الشيء كمان ما فينا اليوم ما نحكي عن قد ايه مهم التعاليم الدينية اللي بيتعلموها ضمن المدرسة، أيضا لإنتاج مدارس الأحد، لإنتاج إنسان واعي فعال منتج ضمن كنيسته وضمن مجتمعه وضمن وطنه أيضا. أكيد طبعا، مثل ما حكينا قبل، لما بنشتغل كلياتنا مع بعض بنكون كلياتنا ايد وحده، وبنشتغل على انه نحن نبني هذا الطفل او هذا الشاب اذا بدي اقول على مبادئ اساسيه، فهو اكيد كونه نحن عم نعيش حياه المسيح وعم نخدم معه، فهو رح ينشا بمكان بمجتمع هو عنده ايمان، عنده محبه، عنده رح يعيش مثل ما عاش اذا بدي اقول المسيح على الارض، رح يكون هو مثال لنا، لانه هو بالنهايه يسوع هو مثال لنا. فهو هذا الشيء رح ينعكس على عيشه بالوطن وعلى عيشه بالمجتمع اللي هو فيه. رح نكون بمكان بعيد عن العنف، بعيد عن الاستغلال، بعيد عن الظلم، رح نعيش بمحبه، بأخوة، بتأخي مع بعضنا كلياتنا، ما يكون في هي النزعة بيناتنا. فهذا الشيء هو بينعكس كله على الوطن، يعني بينعكس بداية عليه وبعدين بينعكس هذا الشيء على الوطن وعلى المجتمع اللي هو عايش فيه. خلينا نرجع شوي ونحكي أكثر، نتوسع عن الأنشطة اللي عم تقوموا فيها وبتحرصوا أن تكون موجودة مع الشبيبة والأطفال، وكيف عم بيكون تفاعل الأطفال بهي الأنشطة؟ حقيقة نحن الأنشطة متعددة بمدارس الأحد، بس الأهم من كل هالشيء أنه أي نشاط أو أي عمل نقوم
بيقوم فيه هو يكون في له بيخدم هدفنا وبيخدم رسالتنا، ما يكون هو بس لمجرد انه نحن عملنا نشاط او عملنا شيء. فعطون نحن انشطتنا هي بتتنوع بين مثل ما قلنا في عندنا اجتماعات دوريه بكل الاسر بكل المركز، طبعا عم احكي كمركز بشكل عام وكمدارس احد بشكل عام، يعني في اجتماعات دوريه ضمن الفرق، في عندنا رحلات، في عندنا نشاطات، في عندنا مواضيع، محاضرات، أنشطة متعددة. دائماً بنكون مخصصين وقت من الأوقات إنه هو حتى لو كان هو ترفيهي، هو في عندنا وقت معين لناخذ شيء، ليكون في لنبني إنسان مثقف، أو يعني هو حتى البناء بيكون لنا قبل، يعني هي ما بس بدنا نبني حالنا بالأول لنقدر نبني الشخص الثاني. هي علاقة متبادلة. تمام، لأنه هو الهدف هو إنه نحن نعيش نحن مع المسيح ومع الآخر، يعني هي ما فيني اقول بس هي على الانا، هي بعيده كل البعد عن الانا. ف بيكون لما بنعيش هي حياه الشركه المشتركه بهي الانشطه، بيكون كمان نحن في عنا وقت دائما، في عنا بكون محاضره، في عنا نشيد، في عنا شيء معين نقدر نوصل فيه رسالتنا. واكيد طبعا بيكون في جوانب ترفيهية تانية، ممكن نجتمع على ممكن فيلم مثلا عن نبي معين، طلع فيلم معين مثلا نبي إبراهيم، أي شيء نجتمع مع بعض بنحضر هذا الفيلم، ويعني بتتعدد النشاطات. مهم أنه نحن نوصل لرسالتنا ولهدفنا يلي نحن عم نشتغل كرماله، واللي تعبوا واللي قبلنا لقدرنا نحن نوصل لهون. يعني أكيد يمكن كمان ضمن هاي الاجتماعات وخلال هاي الفترة الماضية شفنا كان في دور كبير برز فيه الشباب السوري قديش هو واعي تجاه شو عم بيصير حواليه بالعالم، شو عم بيصير بالمجتمع السوري. أيضا كتير يمكن من القصص اللي انطرحت ضمن اجتماعاتكم، إذا فينا نحكي أكثر كيف ممكن الشباب حتى يتحدوا لموجات الفوضى اللي بتصير على السوشيال ميديا، غيرها كتير قصص يمكن أنتم معنيين فيها، والشباب هن الأقرب لهي المشاكل لأنه هن اللي عم بيعيشوها حاليا بهذا الوقت. تماماً، لهيك نحن بنحاول نحافظ إنه نكون كلياتنا مع جو واحد، ويكون المسيح هو جامعنا. لما بنكون كلياتنا بنعمة ربنا عم نلتقى ويكون المسيح هو جامعنا، بنحاول نتحدى، يعني مثل ما قلتي إنه نحن عايشين بصعوبات كتير كبيرة، فلما نحن بنعيش مع بعض بنحاول نرجع نستذكر سير القديسين، نستذكر يسوع قديش هو عانى وتعب. القديسين نفس الشيء، هي الحياة بشكل عام هي مانا سهلة، بالأخص بالوقت اللي نحن هلا عم نعيشه، في عنا سوشيال ميديا وفي عنا يعني صار كتير قصص سهلة إن هي توصل بطريقة إن كانت صح أو غلط، توصل أفكار ممكن مسيئة بهذا الوقت. تماماً، مشان هيك نحن دورنا إنه نحن نوعي حالنا بالأول، بعدين نوعي الآخرين اللي نحن عم نشتغل معه. بهي الطريقة بنحاول إنه نكون مع بعض يعني، ونواجه هاي الصعوبات بشكل أو بآخر، ونقدر نعرف المعلومة الصحيحة من المعلومة الخاطئة، إضافة إنه نقدر نعرف وين ممكن بأي صفحة نحن نفتحها، يعني تكون هي أكيد موثوقة أكيد كذا، يعني نحاول نوعي الشباب لكل هيدا القصص. أكيد مريان راجحة مسؤولة مدارس الأحدنا، نتشكرك، كل عام وأنت بخير، المسيح قام. مسيح قام، عاد عليكم وشكرا لكم. شكرا لك ولكل الشباب والصبايا الموجودين معكم، ينعاد عليكم بكل خير. شكرا وعليكم يا